من مدينة حمص منطقة القصير. لدي عائلة مؤلفة من زوجتي وأربع أطفال، ثلاث أولاد وبنت. كنت أعمل مدرس في الثانوية ومدير أيضا قبل أن أغادر بسبب الحرب وما حل بالمنطقة من دمار ومن قصف ومن معارك جرت بين طرفي النزاع، أو يعني بين النظام والمسلحين أو عن المعارضة الموجودة في المنطقة. فخرجت من المنطقة التي ولدت فيها وعشت فيها، فهون قررنا أن نغادر إلى الأردن كلاجئين، وهناك استلمنا الجيش الأردني وتم نقلنا إلى مخيم الزعتري. بعدين خرجنا مثل باقي العالم وأمضينا بحدود 3 سنوات و3 أشهر في الأردن. ببداية 2016 اتصلوا لعندي من المفوضية وخبروني إذا بتحب تهاجر أو تسافر إلى أمريكا. ورافعين الصلاة وقلوب بتنادي. فأنا هوني ما منعت، لأنه أمريكا هي يعني تعتبر بلد الأحلام يعني بالنسبة لنا للعرب. يعني إحنا هيك بمعتقدنا أو بتفكيرنا إنه أمريكا هي بلد الأحلام. فوافقت من دون أي تردد، سعيا إلى مستقبل أفضل لأولادي، لكي تعليم الأطفال، للأمان الموجود في أمريكا. فعملوا معنا عدة مقابلات وعدة اختبارات، ومن ثم فحص طبي، بعدين فحص طبي يعني على كذا مرة أيضا فحص طبي. وبعدين قرروا بالنهاية أنه يسافرونا وحددوا لنا موعد إلى أمريكا. لحد الآن حياتنا كويسة بأمريكا، ما عانينا من أي مشاكل، ما عانينا من أي صعوبات. في أمور توفرت لنا، ساعدتنا المنظمة، ساعدنا هون المجتمع، يعني الأهالي الشعب الأمريكي قدم لنا مساعدات، وبأخص بالشكر للسيد جون كيربي وزملائه وأصدقائه اللي قدموا لنا كثير من المساعدات. أيضا ساعدونا في البوسنيين، قدموا لنا مساعدة. في أيضا قليل من الجالية العربية قدمتنا مساعدة. الأطفال الأولاد ذهبوا إلى المدارس وهم مبسوطين بشكل تام، ويعني مرتاحين ومكيفين بالمدرسة لأبعد الحدود، ولهم رغبة عارمة في التعلم، في تقبل التعلم الموجود هون والتعليم. والأمور بخير الحمد لله رب العالمين، ما لقينا أي صعوبات. وهاي هي بس أحلامنا الحالية، إنه نعيش ونحن مستورين، يعني إنه ما نضطر، ما نعتاز حدا، يعني نستطيع أن أعمل يعني ووفر دخل لعائلتي ومصروف لعائلتي. أقول للشعب الأمريكي إنه الشعب السوري شعب مسلم، شعب محب للسلام، شعب يسعى إلى الحرية. أشكر الشعب الأمريكي. بحب أشكر الشعب الأمريكي على استقباله لنا، ترحيبه فينا، وبتمنى إنه يعم السلام بلدي. ومن جديد نشكر الشعب الأمريكي لاستقباله الشعب السوري وترحيبه بالشعب السوري. ونحن هاي شغلة كنا بنعرفها من قبل، إنه الشعب الأمريكي شعب طيب، شعب بحب الغير، بحب الثقافات الثانية، بحب الأديان الثانية. ونحن إن شاء الله راح نكون عند حسن ظن الشعب الأمريكي، وراح نكون يعني الشكل الحسن بما يخدم هالبلد، وبنفس الوقت يخدمنا لنا. يا رب السلام.